من يوم ما تأسس البنك الأهلي المصري وهو بنك أهل مصر، دايماً بيطور خدماته وفروعه علشان يوفر خدمة أسرع وأسهل لعملائه وللمجتمع، ويقدر يقدم خدمات مناسبة لاحتياجات عملائه المميزين من ذوي الاحتياجات الخاصة. وكان أول بنك في مصر قدر يوفر التعامل بلغة الإشارة في فروعه، وعمل تعديلات إنشائية كتير زي المطالع والمنازل ومكاتب وأسانسيرات مناسبين للعملاء على الكراسي المتحركة، وأبواب بتفتح بشكل تلقائي، زائد ماكينات الصراف الآلي اللي مجهزة بطريقة برايل واستخدام السماعات علشان تناسب أبنائنا من المكفوفين. بنتشرف بدعوة كل ولادنا من ذوي الاحتياجات الخاصة علشان يجربوا خدمات البنك الأهلي المصري ويشاركونا بآرائهم علشان نحسن من خدماتنا أكتر ونكون بالصورة اللي بيتمنوها. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر.